حضرتك أشرت إلى المشروعات الكبرى التي يعني يتم العمل فيها في مصر. اليوم الرئيس وأمس أيضا استعرض جانب كبير من هذه المشروعات مع المعنيين بهذه المشروعات في الدولة الفرنسية، سواء كانوا مسؤولين أو رؤساء شركات كبرى زي ما حصل النهاردة وامبارح. لكن خلينا نروح علشان نسأل في جزئية يمكن أنا بالنسبة لي كانت مهمة. النهاردة الرئيس التقى مع المسؤول عن الوكالة الفرنسية للتنمية. إيه هي الوكالة الفرنسية للتنمية؟ الوكالة الفرنسية للتنمية هي وكالة حكومية تهتم بشؤون التنمية في كل دول العالم، وخاصة في إفريقيا وآسيا إلى آخره. هناك مشروعات كثيرة، ويغلب عليها على هذه المشروعات الطابع الإنساني وتحسين مستوى معيشة الأفراد ومكافحة الفقر والمرض إلى آخره ومشاكل البيئة إلى آخره. بالتأكيد مصر لها تاريخ طويل مع الوكالة الفرنسية للتنمية، ونتذكر جيدا عندما في الزيارة الأخيرة التي قام بها آخر الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند تم توقيع اتفاقات عديدة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، وخاصة في مجالات الطاقة ومجالات الإسكان ومجالات الصرف الصحي وكل ما تختص بالصحة العامة للمواطن المصري. إذن هذه الوكالة هي وكالة تهتم بالمقام الأول بكل ما هو اجتماعي وبكل ما هو خاص أيضا بمسائل الطاقات المتجددة، وبنجد كثير من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون تم عقدها منذ أكثر من سنتين عقب زيارة الرئيس فرانسوا هولاند. تم توقيع عدة اتفاقات لإنشاء محطات طاقة شمسية إلى آخره.